يعد فهم الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة وجمع أدلة المراجعة المرتبطة بهما خطوة أساسية في تخطيط عملية المراجعة، وكمان أحد المكونات الأساسية في نموذج خطر المراجعة. ويمثل خطر الرقابة أحد عناصر نموذج خطر المراجعة، حيث يمكن تخفيض أدلة المراجعة المخططة في حالة فعالية نظام الرقابة الداخلي. إيه هي المفاهيم الأساسية للرقابة الداخلية؟ عندنا مفهوم الرقابة الداخلية طبقا للتعريف الصادر عن لجنة COSO لسنة 2013، فإن الرقابة الداخلية هي عملية يتم تنفيذها بواسطة مجلس إدارة المنظمة والإدارة والموظفين الآخرين، يتم تصميمها بهدف تقديم تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التشغيلية وأهداف التقرير وأهداف الالتزام. بعد تعريف الرقابة الداخلية، يتضح لنا من التعريف السابق أن الرقابة الداخلية تمثل أربع حاجات. أول حاجة إنها عملية تتكون من مهام وأنشطة مستمرة، فهي تمثل وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها. تاني حاجة تتأثر بالعنصر البشري وليس فقط مجرد السياسات والإجراءات والنظم المطبقة عند كل مستوى من مستويات النظام. تالت حاجة إن الرقابة الداخلية قادرة على تقديم تأكيد معقول وليس مطلق للإدارة العليا ومجلس الإدارة. رابع حاجة إن الرقابة الداخلية بتهدف إلى تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف الثلاثة لأي منشأة تشغيلية. عندنا تاني نوع من الأهداف اللي هو أهداف التقارير، تتعلق هذه الأهداف بالتقارير المالية وغير المالية الداخلية والخارجية، والتي يجب أن تشمل الموثوقية، التوقيت المناسب، الشفافية، مفاهيم أخرى على النحو المنصوص عليه من قبل الجهات التنظيمية أو وضع المعايير وسياسات المنظمة، وتقع على الإدارة مسؤولية قانونية ومهنية للتأكد من أن المعلومات المدرجة بالقوائم المالية تم عرضها بعدالة بما يتوافق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليه. تالت نوع من الأهداف وهو أهداف الالتزام، تتعلق هذه الأهداف بالالتزام بالقوانين واللوائح والتشريعات التي يجب أن تتبعها المنظمة. ويمكن تلخيص هذا الموضوع في الآتي: